اهلا بكم من جديد. اذا عبد الله خرج من السباق بسيف الدين الدسوقي ويفتح الباب امام مسافرين جدد. نرحب بتوفيق جمعه جادين ومحمد علي سليمان وسامي سيد احمد علي. اهلا وسهلا توفيق محمد وسام، موفقين ان شاء الله. تمام، ايدك على الباص يا سامي عشان تكون الفرص متساويه من غير تسلل. بنسال عن شاعر كسلاوي من اغنياته بتتعلم من الايام وحبيت عشانك كسله. نعم، اسحاق الحلنجي. اسحاق الحلنجي جواب صح. سامي تفضل معك. اهلا يا سامي. السلام، كيف حالك؟ الحمد لله. سامي منو؟ سامي سيد احمد علي. سامي سيد احمد. أيوه. علي، تشتغل وين يا سامي؟ انا في المركز القومي للبحوث، باحث في المركز القومي للبحوث. المركز القومي للبحوث، البحوث ان شاء الله. تعرف اي اجابه غلط يقول لك ده بتاع المركز القومي للبحوث. شفت كيف؟ يتحملك مسؤوليه، كنت تدسها كده بالجنب وتقول لي يا اخي انا سامي اعمال حره. انا في ضرب ده ما ضرب. جماعه دي قاعدين هسه في الفيس. حيقول لنا شفت بتاع البحوث ده غايته. الله يسترنا معاك وانت ذاتك الازل ان شاء الله تجيك يعني حسب البحوث. تمام. من وين انت يا سامي؟ ولايه الشماليه. ولايه الشماليه. الشماليه. نعم، اوكي، نحيي الولايه الشماليه. اذا عندك جمهور كبير في الولايه الشماليه لانه انت ولده، ونشوف البحوث برضه حتعمل معانا شنو. الأسئلة حتدخلنا الطيارة، ثلاثة أسئلة، نشوف السؤال الأول. من أول من أذن في الناس بالحج؟ سيدنا يوسف عليه السلام، الملائكة، سيدنا إبراهيم عليه السلام، سيدنا إسماعيل عليه السلام. جواب ثلاثة، سيدنا إبراهيم عليه السلام. ثبت. جواب صح. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامن يأتينا من كل فج عميق. تمام، نشوف السؤال الثاني، صح أو خطأ المعلومة. باراك أوباما يعتبر أول رئيس أمريكي أسود، خطأ أم صح؟ صح. ثبت. صح، والجواب صح. السؤال الثالث يا سامي، دخلنا الطيارة على طول، نشوفه من غير خيارات. ماذا تعني كلمة الفيفا؟ الاتحاد الدولي لكرة القدم. الاتحاد الدولي لكرة القدم. سامي الآن في الطائرة المتجهة من مطار الخرطوم إلى مطار أديس، إجراءات السلامة كملناها ومن غير مضيفات حنمشي على طول ننطلق. نشوف السؤال، عندك مخرج طوارئ، حذف إجابتين في المرحلة. السؤال الأول، ما هو المشلعيب؟ يصنع من السعف لحفظ الطعام، آلة طحن القمح، آلة حرث، مكنسة من السعف، وبشاشة يعني. جواب واحد، يصنع من السعف لحفظ الطعام. متأكد؟ إن شاء الله. نعم، المشلعيب صحيح، يصنع من السعف لحفظ الطعام ويستخدم في كثير من المناطق، يربط في أعلى المبنى حتى لا تصل بعض الحيوانات وحتى الجراثيم، يعتبر يعني ثلاجة الزمن القديم. في جماعة بيسموه دوكديس عشان ما يحصلوا في بعض الروايات في السودان. على كل ما يستعمل على نطاق واسع في السودان مش لعيب. الجواب صح. خلونا نشوف السؤال الثاني. ماشي معك كويس. شباب أصلاً. كم تكون مدة الشوط الإضافي في كرة القدم؟ 15 دقيقة، 30 دقيقة، 20 دقيقة، 10 دقائق. 15 دقيقة اللي جابها. 15 دقيقة. 15. متأكد؟ إن شاء الله. بتثبت. جواب صح. 15 دقيقة هي مدة الشوط الإضافي في كرة القدم. سؤال أخير، بنزلنا في مطار أديس ب 3000 جنيه، سامي نشوف السؤال. من هو خطيب الأنبياء؟ سيدنا شعيب عليه السلام، سيدنا يونس عليه السلام،
سيدنا عيسى عليه السلام، سيدنا يوسف عليه السلام. كان مفوها وبليغا في اللغة، والرسول صلى الله عليه وسلم أطلق عليه هذا اللقب خطيب الأنبياء. والله أنا بخذ بين خيارين، سيدنا شعيب وسيدنا يوسف عليه السلام. بين سيدنا شعيب عليه السلام وسيدنا يوسف عليه السلام. وعندك مخرج طوارئ حسب إجابتين تستخدمه؟ طيب تمام، نحذف إجابتين لسامي، قصدي انك الجماعه يوسف عليه السلام تقول. طيب بقول الجواب واحد، شعيب عليه السلام. لو ما تشتغل بينا كثير. اي ما بشتغل انا بعيمي. شعيب عليه السلام. سيدنا شعيب عليه السلام. تثبته؟ إن شاء الله. لو طلع غلط أنا ما عندي علاقة. ما له في رقبتك هنا أبوي. لا لا، لو طلع غلط ما عندي علاقة. سيدنا شعيب. سيدنا شعيب عليه السلام. ثبت. ₹3000 سامي في مطار أديس. سيدنا شعيب عليه السلام هو خطيب الأنبياء. مرحلة جاية مدعي لي كثير يا سامي جدا، ولا عندنا أي مخارج طوارئ الدنيا قبائل عيد برشوتة وفي برشوتات. ووصلت أديس دي بالسلامة، الجو كان سيء جدا في السؤال الأخير لكن نزلت على كل ماشين تونس ب5000 جنيه في تونس. تونس فيها 5000 جنيه ولا يوجد مخارج طوارئ في المرحلة الجاية. خلونا نشوف السؤال. مرحبتين بلدنا حبابة، حباب النيل، حباب الغابة، أغنية وطنية خالدة للعبراوي، من هو شاعرها؟ إسماعيل حسن، شمس الدين حسن خليفة، جيلي محمد صالح، محي الدين فارس. استبعد جيلي محمد صالح ومحي الدين فارس. استبعده. بين اسماعيل حسن وشمس الدين حسن خليفه. تقريبا اسماعيل حسن. تقريبا اسماعيل حسن. ثبته؟ ثبته. اسماعيل حسن. اسماعيل حسن. الله يا سامي، ما اسماعيل الحسن. ماذا هذه ما داخله في البحوث يا اخوانا، دي اغاني. الراجل ده في الحاجات الثانيه كلها ممتاز، لكن هو كده الحظ. شمس الدين حسن خليفه هو شاعر هذه الاغنيه، وشمس الدين حسن خليفه من ام درمان، لكن التقى مع العبراوي في عبره. عبراوي كان يعمل في المستشفى وهذا الرجل يعمل في الحقل الصحي، والتقوا في هذه الأغنية. مرحبتين بلدنا حبابة، حباب النيل، حباب الغابة. ويقال إنه شمس الدين حسن خليفة كان مبتعث في الإسكندرية، ولما جاء راجع عطبرة وكانوا قاعدين في الإسكندرية الأجواء كانت ما بطالة، ولده قال له يعني في حر وسموم، فقال له دي بلدنا في النهاية، وكتب هذه الأغنية الخالدة وغناها العبراوي. نحن شاكرين يا سامي، كنا نتمنى إنك تواصل معنا، لكن للأسف الشديد سامي سيد أحمد 3000 جنيه.
نحيي سامي أكيد. ويعني سؤال برضو كمبيوتر مستر معك خالص في لا يعني شكرا جزيلا يا سامي كتر خيرك. إذن مشاهدي الكرام خلوا سامي يعدي. أيوة إذا عملت في الكاميرا ما بطال. طيب نحن حنمشي لمسافرين جدد مؤكد في هذا اللقاء. أفسح لهم سامي المجال بهبوطه الاضطراري في مطار أديس ب 3000 جنيه. بعد الفاصل نلتقي بمسافرين جدد في هذا اللقاء.